أعلنت الخارجية السورية أن وفد الحكومة المفاوض سيعود إلى جنيف اليوم للمشاركة في محادثات السلام. كان الوفد الحكومي بقيادة بشار الجعفري قد انسحب من المحادثات الأسبوع الماضي وعاد إلى دمشق بعدما طرح المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ورقة مفاوضات جديدة مكونة من 12 بندا. وعزى الوفد الحكومي انسحابه إلى تبني دي ميستورا بيان المعارضة السورية الذي صدر عن اجتماع رياض 2 بشأن مستقبل الأسد.